بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الأبند تشايلد. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا 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 في الجافا سكريبت وفي أي لغة برمجة بصراحة. أي حاجة فيها أبند مهمة جدا. أبند تشايلد مهمته إن يحط تشايلد طفل جوه البيرنت بتاعك، جوه الأب بتاعك. التشايلد ده ممكن يكون إيليمنت، ممكن يكون تكست، ممكن يكون أي حاجة من الحاجات دي. طيب ليه لازم تذاكروه وتركزوا فيه جدا؟ اخر الكورس ان شاء الله هيكون فيه تمرين كامل كامل مكمل على الكورس كله، ومن ضمن التمرين ده الابند ده هتستعمله 1000 مرة في التمرين، لان كل هتحط عنصر جوه عنصر جوه عنصر وتكريت عنصر وتحط جواه تكست والكلام ده كله. طيب ندخل عملي على طول ونشوف الابند تشايلد بيعمل ايه. انا عندي عنصر اسمه مين مستدعيه اهو في الجافا سكريبت، ماي ديف بيساوي دوكيومنت دوت جيت اليمنت باي اي دي مين. الخواص اللي جايه دي من الخواص اللي هنستعملها ان شاء الله لما نبدا نشرح الدوكيومنت، لكن احنا حاليا في الاليمنت لسه ما دخلناش فيها، لكن هتاخد فكره عنها لحد ما نشرحها بالتفصيل الممل. هي خواص عاديه اصلا، مجرد ما انت تسمعها دلوقتي هتفهمها ومش هتحتاج ان هي تتشرح تاني اصلا. الديف الاصلي بتاعي اسمه مين، ممكن هنا اسميه ماي مين ديف، ده المين ديف بتاعي. بعد الماي مين ديف عندي انا عايز احط element جواه، جوه الماي مين ديف ده، فهقول له ماي نيو element، اعمل variable جديد اسمه ماي نيو element بيساوي document dot create element، هكريت element جديد. ايه نوع الelement ده؟ نوعه برضو ديف. جميل، كريت انا ديف جديد كده في الصفحه بتاعتي وحطيته في الفاريبل اللي اسمه ماي نيو اليمنت، فاضل ان انا اتعامل بيه في الصفحه بقى، هوديه فين؟ هروح قايل له ماي مين ديف دوت ابند تشايلد، هعمل ابند تشايلد، هحط طفل جديد فيه. ايه هو الطفل ده؟ الطفل ده اللي هو ماي نيو اليمنت، اللي هو ده كده. الديف بتاعي الاصلي مين هيتحط فيه ديف جديد جواه على طول. تعال نشوف، ادي الاليمنت بادي مين جواه ديف زي ما انتم شايفين اهو. طب حد يقول لي ده انا عايز احط جوه الديف ده تكست. طيب جميل، مفيش اي مشكله خالص، اروح اعمل كده واقول له ماي تكست بيساوي دوكيومنت دوت كريت تكست نود. تكست نود بيكري التكست، بيعمل لك كريت لتكست انت عايز تحطه جوه عنصر معين. طيب كريت انا تكست نود، هكتب فيه ايه؟ التكست ده انا عايز اكتب فيه، هكتب فيه هالو فروم جافا سكريبت. جميل، كل اللي فوق ده، كل الحاجات اللي انتم شايفينها فوق دي عباره عن متغيرات، لسه ما عملناش حاجه. تحبوا نكتب كومنت؟ اوكي، هنا كريت ديف اليمنت، هنا انا مجرد بعمل كريت لسه ما عملتش ابند ولا اي حاجه، هنا كريت تكست نود، عملت تكست جديد بس ما عملتش اي حاجه تاني. طيب نيجي هنا بقى، اول حاجه هقول له ابند، وبالمناسبه ابند معناها الحاق، يعني بلحق العنصر ده بعنصر تاني. طيب اول حاجه عايز اعملها ايه يا جماعه؟ بالمنطق ابند هحط التكست جوه العنصر الجديد بتاعي، هقول له ابند تكست تو ذا نيو اليمنت. اول حاجه هحط التكست في العنصر الجديد قبل ما احط العنصر الجديد اصلا جوه الديف بتاعي. طيب جميل، العنصر الجديد اسمه ايه؟ اسمه ماي نيو اليمنت دوت ابند تشايلد، اعمل ابند تشايلد الماي نيو اليمنت احط فيه التكست نود بتاعي اللي انا كريته، اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه ماي تكست. جميل جدا، حطيت انا ماي نيو اليمنت العنصر الجديد اللي انشاته حطيت فيه تكست، بس هو فين العنصر الجديد؟ هوديه فين؟ هروح هنا اقول له ابند ذا نيو اليمنت تو ماي مين ديف، هعمل ابند للعنصر الجديد اللي انا كريته ده جوه الديف بتاعي. اروح اشوف ريلود، زي ما انتم شايفين ديف اي دي مين جوه الديف مكتوب هالو فروم جافا سكريبت، هو في التكست نود اللي انا حطيته. طبعا الموضوع بسيط وسهل جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله. ممكن اعمل عنصر تاني هنا كريت انذر باراجراف مثلا، اروح قايل له ماي نيو بي، هعمل باراجراف جديد خالص دوكيومنت دوت كريت element بي، هكريت انا باراجراف. باراجراف ده زي ما انتم شايفين متكريت في variable اسمه my new b،
عايز انا احط الباراجراف ده جوه المين ديف بتاعي برضو. طيب هروح انا نفس اللي انتم شايفينه ده اهو، اقول له append the new paragraph to my main div. هاجي هنا اقول له my new element، لا اقول له my new b، احط في العنصر الاساسي باراجراف كمان. بصوا باراجراف اتحط فين؟ بعديه على طول. الابند بيحط العنصر في اخر الاطفال بتوعك، يعني اخر طفل عندك في المين ديف بتاعك الابند بيحطه وراه على طول. طيب الباراجراف ده ممكن انا نفس اللي عملته في الدوكيومنت، نفس اللي عملته في الماي نيو اليمنت حطيت فيه ماي تكست، ممكن برضو التاني احط فيه برضو ماي تكست، احط فيه نفس التكست، او اكاري تكست نوت جديد احطه في الباراجراف زي ما انا عايز براحتي، كله تمام، الكود سليم، الترتيب منطقي، في كومنت المفروض 100%. فهمنا دلوقتي يعني ايه ابند تشايلد، مش محتاج من الاليمنت غير ان انت تحط البي التاج نيم بتاعته زي كده. الكريت اليمنت لسه ما اتكلمناش عنه، كريت تكست نود لسه ما اتكلمناش عنه، انت كده بس خدت نبذه بسيطه عنه، لسه هنتكلم عنه بالتفصيل الممل النهارده. الحمد لله المفروض طلعنا فاهمين يعني ايه ابند تشايلد. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.